هذه النشرة الإخبارية والبداية بالعناوين. القيروان اجتماع لجنة التخطيط والمالية والمصادقة على بعض المواضيع العقارية المختلفة. الجسرين إحباط محاولة تهريب 27 صفيحة من مخدر القنب الهندي. بتعليمات من رئيس الجمهورية تركيز خلية متابعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع طفلة الأربع سنوات ضحية عملية هجرة غير نظامية. السلاوتي يؤكد أن الإطار المرجعي العام للتعلمات سيكون منطلقا لإصلاح مضامين الكتب والبرامج. والاستعدادات الجارية للدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية محور محادثة هاتفية بين الجرندي ونظيره الجزائرية. إلى تفاصيل النشرة والبداية بالشأن الصحيح، حيث حلت قافلة القطار الوردي للتحسيس والتقصي المبكر لسرطان الثدي صباح اليوم الجمعة بأولى محطاتها بمنطقة الغريبة من ولاية صفاقس، وأمن الفريق الطبي وشبه الطبي والمتطوعين من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني عيادات طبية مجانية للفحص السريري لسرطان الثدي والكشف بالصدى لفائدة النساء القاطنات بالغريبة وأحوازها، إلى جانب خدمات التثقيف الصحي والتوعية بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما تم بالمناسبة تقصي مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم لدى المواطنين المقبلين على خدمات القطار الوردي. وفي سياق آخر، أشرف والي القيروان محمد بورقيبة اليوم الجمعة على اجتماع لجنة التخطيط والمالية برئاسة المدير الجهوي للتنمية وبحضور رئيس المجلس الجهوي وكافة الأعضاء، حيث تم النظر في عدة مواضيع من أهمها مقترح البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 22 أو 2000 باعتماد مالي قدر ب 15.2 مليون دينار، يضم برنامج مشاريع المسالك الريفية وبرنامج مشاريع الماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية وعن طريق الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه الموافقة على ميزانية المجلس الجهوي لسنة 23 أو 2000 من قبل أعضاء اللجنة. كما تم أيضا المصادقة على بعض المواضيع العقارية الأخرى المختلفة. أذن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالإفراج عن والدة الطفلة التي وصلت في عملية هجرة غير نظامية إلى إيطاليا، وذلك وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن شحال لمراسل حياة فهم بالجهة. ومن المنتظر عرض الأب على أنظار قاضي التحقيق بالمكاتب الثلاثة، وقد وجهت النيابة العمومية بالمنستير للأبوين تهمة إهمال شؤون قاصر وتكوين وفاق بهدف مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير نظامية. تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين اليوم الجمعة من ضبط سيارة قادمة في اتجاه مدينة القصرين، حيث تم إعطاؤها إشارة التوقف لكن سائقها لم يمتثل ولذ بالفرار، فتمت ملاحقته إلى أين توقف بعد مسافة قصيرة، وتم خفر السيارة إلى مقر الفرقة وإيقاف السائق وبالتحري معه. اتضح وأنه قام بإلقاء كيسا على جنبات الطريق أثناء ملاحقته، وتم تمشيط محيط العملية أين تم العثور على كيس يحتوي على كمية من مخدر القنب الهندي قدر ب 27 صفيحة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها أنه في إطار متابعة قضية وصول الطفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عملية هجرة غير نظامية، كلفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة بالتنقل صباح يوم الغد السبت 22 من أكتوبر الجاري إلى مدينة باليرمو الإيطالية، حيث سيتولى المندوب العام بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في باليرمو والسلطات الإيطالية التعهد الميداني بالطفلة وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى تونس. أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنه في إطار المتابعة الحثيثة لوضعية الطفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية عملية هجرة غير النظامية، وتبع للتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تم تركيز خلية متابعة تضم وزارة العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاعها. وفي هذا السياق سيتحول غدا المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا قصد تكمل التدابير اللازمة بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية بتونس بروما وقنصلياتنا بباليرمو والسلطات الإيطالية المختصة لتأمين عودة الطفلة إلى تونس.
أفاد وزير التربية فتحي سلاوتي بأن الإطار المرجعي العام للتعلمات الذي تمت المصادقة عليه يوم 13 من أكتوبر الجاري يتضمن مبادئ عامة ستكون منطلقاً لإصلاح مضامين ومناهج التعليم وبرامج الدراسة خلال المرحلة القادمة. وأضاف سلاوتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء على هامش تسلم المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج اليوم شهادة اعتماد من قبل مركز اعتماد ألماني أن الوزارة للتربية أن وزارة التربية تنطلق في تقليص عدد الكتب وتطوير محتوياتها لبعض المستويات الدراسية. أجرى عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محادثة هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، وذلك وقد تمحورت هذه المحادثة حول الاستعدادات الجارية للدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر المقبل، والتي ستتولى خلالها تونس تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية إلى الجزائر الشقيقة. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القيروان، اجتماع لجنة التخطيط والمالية والمصادقة على بعض المواضيع العقارية المختلفة. الكاسرين، احباط محاولة تهريب 27 صفيحة من مخدر القنب الهندي. بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تركيز خلية متابعة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع طفلة ال4 سنوات ضحية عملية الهجرة غير النظامية. وزير التربية يؤكد أن الإطار المرجعي العام للتعلمات سيكون منطلقا لإصلاح مضامين الكتب والبرامج. والاستعدادات الجارية للدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية محور محادثة هاتفية بين الجرندي ونظيره الجزائرية. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.